السلام عليكم. هنتكلم النهاردة على الاساينمنت اوبريتور بالتفصيل. احنا خدناه قبل كده ده ما فيهوش حاجة. لا، هو الحقيقة هتشوفوا ان في السي ادت له مجموعة من الفيتشرز اللي لازم نبقى عارفينها كويس. طبعا هفكركم ان الاساينمنت اوبريتور ده ببساطة اللي موجود في كل اللغات وبيسمى اساينمنت ستيتمنت، بيبقى حاجة بالشكل ده. بقول له حط في اكس 14، حط في واي المعادله دي، حط في ايه المعادله دي. موضوع فيري سمبل، بيحسب الطرف اليمين ويفالويته ويحطه في الطرف الشمال، وده اللي شفناه. وكنا عرفنا كمان ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها مالتي اساينمنت، نحط ال 100 في الاو ويقوم رامي في وش 100 احطها في الدي، يرمي 100 احطها في الاو. وبالتالي ممكن اعمل مالتي اساينمنت، ودي مش متوفره في غير في اللغات اللي بتعامل الاساينمنت على انه اوبريتور. جميل. الجديد بقى ان عندنا حاجه اسمها الكومباوند اساينمنت. ايه الكومباوند اساينمنت؟ جمله زي الجمله دي رياضيا ممكن تبقى مش مقبوله، لكن كمبيوتريا مقبوله. معناها ايه الجمله دي؟ الجمله دي معناها ان في عندي متغير اسمه توتال. جميل. في المتغير ده جواه قيمه، نفترض ان توتال جواه 5، روح شوف لي توتال فيه كام؟ 5، وزودها عن نمبر، والنتيجه حطها تاني في العلبه اللي اسمها توتال. اه، ايه الكلام الجميل ده؟ يعني تعالى نفترض كده امثله بسيطه. لو توتال دي فيها 5 ونمبر فيها 3، وانا بنفذ الامر ده هيقول 5 زائد 3 ب 8، هفاجئ يحط 8 جوه العلبه اللي اسمها توتال، فالعلبه اللي اسمها توتال هيتغير قيمتها من 5 يبقى فيها 8. جميل. الحقيقه الامر الجميل ده هنلاحظ ان في حاجه اتكررت مرتين، كلمه توتال. فلغه السي قالت لي انا ممكن اكتب لك الكلام ده بطريقه اسهل. بص اكتبه ازاي؟ الحاجة اللي متكررة مش هتبقى مرتين، تبقى مرة واحدة بس. توتال بلس ايكوال نمبر، دي معناها توتال بتساوي التوتال زائد النمبر، نفس المعنى. بنسمي القصة دي كومباوند اساينمنت ستيتمنت، بنسميها كده في السي. جميل. وبالتالي بقى هي القصة بقى مش موضوع جامعة بس، ده أي أوبريشن من اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت اللي هي الأرسماك، فاكرينهم؟ إيه هما؟ أهو اللي هو لو أنا عايز أقول له ده زائد ده كده وكده اهو، بونص بلس ايكوال 500. طب بادجت بتساوي بادجت ناقص 50، يبقى بادجت ماينس ايكوال 50. طب سالري بتساوي سالري مالتبلاي 1.2، يبقى سالري مالتبلاي ايكوال 1.2. طب فاكتور بتساوي فاكتور مقسوم على 0.5، يبقى الفاكتور ديفيجن ايكوال 0.5. وهكذا. دي اسمها كومباوند اساينمنت. اقدر اكتبها كده بطريقه سهله. خلاص خلص الموضوع ده، تعال نجرب الكلام ده على البرنامج الجميل، وهنخليه نسميه سي اساينمنت، يعني كومباوند اساينمنت. تعال نشوف القصه دي. ادي فايل نيو، وادي الفايل الجميل بتاعي. فايل نيو امتي، وحاجه سايب الفايل ده وهسميه كومباوند اهو كده اساينمنت دوت سي. خلاص بقى انا بمرنكم تاني اهو، انكلود، شكرا. وادي stdio.h، فين الاتش اهي؟ جميل. وادي void main، نفتح قوس void نقفل عليه. وادي الفانكشن بتاعتي. عايزين نعمل ايه؟ المالتي اساينمنت دي عايزين نجربها. طب دي سهله قوي، هنعرف علبه هنا اهو مثلا اسمها number، نوعها ايه؟ انتر. خلينا نقول انتر. جميل. هناخد شويه حاجات بقى ظريفه النهارده. انتجر ودي خليها فاضيه، ونعرف انتجر كمان هنسميه سالري. جميل. وهيبقى السالري بادي ب 500. جميل. وهنيجي تحت هنا نقول له سالري بيساوي السالري، ايه ده سالري بيساوي السالري؟ دي غريبه، بس زائد حاجه بقى، زائد ايه؟ زائد النمبر. طب هو النمبر جواه قيمه ما جواهوش قيمه؟ لازم نحط له قيمه هنا اهو. النمبر بيساوي 30 او 20. اه، يبقى هيقول ادي 50 500 اسف زائد 20، فلاقي السالري فيه 520. طب ما تيجي نجرب الكلام الجميل ده. نقول هنا اهو برنت اف، ونقول فاينل سالري ايكوال، نقول له بيرسنت دي، نقول له اطبع السالري دلوقتي،
جميل، نتوقع نلاقي في ستادري 520. تعال نشوف كده، فعلا في 520. طب السؤال المهم، لو انا خدت الامر ده زي ما هو، ركزوا بقى عشان ده مهم قوي. اهو كوبي تحت هنا اهو، وحطيته مره كمان، حطيته مره كمان. حد يقول لي السالري هيتبع هنا اهو بكام؟ حد يعرف؟ تعال نمشي واحده واحده. السالري هنا ب 500، جميل، وراح نزل تحت قال 500 زائد النمبر، يبقى 500 زائد 20 520، حطهم في السالري، يبقى السالري في اللحظه دي اهو بقى في 520، وراح نازل هنا 520 زائد 20 يبقى 540، هيحط هنا 540، هيكرر نفس الكلام 540 زائد 20 يبقى هنا 560، يبقى السالري في الاخر هنا هيطبع 560. مهم قوي تبقوا فاهمين الكلام ده، فعلا ده بقى 560، القصه بقت واضحه. طب انا كان ممكن بدل المنظر ده اقول له سالري بلس ايكوال، واشيل السالري دي، ونفس الكلام كان ممكن اعمله انه اقول بلس ايكوال واشيل السالري دي، نفس المعنى، واجي انه اقول بلس ايكوال واشيل السالري دي، نفس المعنى، هيطبع كام؟ هيطبع برضه 560. جميل، ده انا بس كتبتها بالطريقه اللي هي الكومباوند، كومباوند اساين. خلاص خلص الدرس بتاع النهارده، وهي المحاضره الرابعه، كنا بنتكلم عنها عن الاساينمنت اوبريتور باسهال. هل في حاجه عايزين نتكلم عليها تاني في الاساينمنت اوبريتور؟ نمشي كده مع السلايد، احتمال اكون انا في حاجه ما قلتهاش. لا ما فيش، خلاص خلص الاساينمنت اوبريتور، موضوع بسيط جدا جدا جدا. شكرا لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه.